أهلا بك سنسي عمر في أول حلقة من الفنون القتالية في مصر. أريد تدينا نبذة عن حياتك في وإزاي اتمرنت وإزاي ابتديت يعني. أنا ابتديت ممارسة الألعاب القتالية وأنا عندي 8 سنين، دلوقتي عندي 42 سنة، فا يعني بتتكلم في حوالي 33 سنة ممارسة الألعاب القتالية. ابتديت بالحاجات اللي كانت موجودة في مصر ساعتها زي الكاراتيه، يعني ده أول حاجة ابتديتها، وقعدت في الكاراتيه سنين طويلة، ودخلت البطولات المحلية القاهرة والجمهورية، ووصلت لحزام أسود درجة تانية. وفي الفترة دي برضو قعدت ان انا اراقب من حاجات تانية، من الحاجات الموجودة زي التايكوندو والجودو وشوية كونفو على شوية ايكيدو كان تدرب موجود في مصر. وبرضو الواحد كان بيمارسها من منطلق ان هي رياضة، وانه برضو عايز يخش كومبيتيشنز بطولات وحاجات زي كده. وبعدين ابتدى برضو الفكر اتجه اكتر برضو الى الدفاع للنفس، لغاية ما اتعرفت على شوية مجموعة من الناس كانوا أكبر مني سنا يعني، وكانوا تعرضوا لتدريبات مع ناس تانية دخلت الفول كونتاكت في مصر. كان في من الاستايلات الكيوكشن كاراتي دخل، وهما برضه اتمرنوا كيك بوكسينج مع ناس وكانوا بيتفرجوا، عندهم ماتيريال كتير وشرايط وأفلام وحاجات زي كده. وابتديت إن أنا أخش في الجزئيه بتاعت الفول كونتاكت وعجبتني قوي، يعني مين يعني الكيك بوكسنج موي تاي كيك بوكسنج والكيكشن والكاراتي، برضه اتس فول كونتاكت ستايل من الستايلات الجامده جدا. وساعتها بقى اتجه فكر ان انا عايز اسافر بره واحترف والعب دولي يعني محترفين. بس طبعا الطريق صعب لان انت الموضوع ده في مصر مش بسهوله. طب يا عمرو، هو دلوقتي يعني احكي لنا عن حته يعني اللي هي ترانزيشن او التحول من الكيوكشن الشوتوكان كاراتي للفول كونتاكت، يعني الحته دي برضه. هو زي ما بقول لك الشوتوكان كاراتي برضه مبدئيا الناس تبقى عارفه الالعاب القتاليه في مصر معظم الناس بتلعبها عشان خاطر تبقى رياضه او بطولات كومبيتيشن. والشوتوكان كاراتي في مصر، وهم كانوا في ستايلين كاراتي بس في مصر، الشوتوكان والشوتوريو، تحت الاسوسيشن الجي كي اسوسيشن المنظمه الدوليه بتاعت اليابانيه للكاراتيه. ده اتس بوينت سيستم، بوينت كاراتيه، ما بيعتمدش على الفول كونتاكت ضرب جامد يعني، تاخد النقطه من غير ما تنزل اللي قدامك يعني. وهو ستايل حلو، وحتى يعني والشوت جان كاراتيه موجود حتى بره مصر، الناس بتتدربه للدفاع عن النفس، لكن في مصر التدريب بيبقى اساسا بان انت بتلعب رياضه لصحتك او عشان خاطر تخش بطولات. الناس اللي هي بتلعبها للدفاع عن النفس، وحتى المدربين في مصر كانوا بيمرنوا مش بيمرنوا من هذا المنطلق، ان هو عايز يعلمك الدفاع عن النفس. فاللي حصل ان انا اتعرفت على مجموعه من الشباب، منهم واحد صاحبي قوي اديب سوريا الله يرحمه، ده كان من اكبر مني ب 10 سنين، كان من الناس الجامده جدا في الالعاب القتاليه يعني، علمني حاجات كثيره جدا. وكان في مصطفى قاسم، في كذا حد، الناس دي كانت اتعرفت على الكيوكشن كاراتي ستار كاراتي فول كونتاكت كاراتي من الستايلات الجامده جدا. اختار واحد اسمه ماسوتاكو سوياما، والستايل ده معتمد على الفول كونتاكت، ازاي تضرب الضربات كلها تبقى قويه ومؤثره بحيث ان انت تقدر تاذي اللي قدامك، بتجيب البوينتس بان انت بتضربه ضربات قويه. فده بيعتمد ان انت لازم تغير السيستم بتاعك كله، من ان انت معتمد اكتر على السرعه وعلى الكنترول بتاع الضربه، ان انت ما تاذيش الخصم، الى ان انت الضربه بتاعتك تبقى قويه جدا بحيث ان انت البوينتس بتاعتك تاثر فيه وتوجعه جامد جدا. وفي نفس الوقت اللي بيحصل ان لما ده بيترجم الى دفاع النفس، ان انت لو انت متعود على السيستم بتاع الكاراتي بتاع البوينت سيستم، لو انت جيت في الشارع تعلقت الموقف بتبقى ضرباتك ممكن مش بالقوة اللي زي ضربات بتاع ستايلات زي الكيوكشن، مع ان زي ما قلت في ناس بره بتتدربها بالدفاع عن النفس، فطريقه التدريب هي اللي بتمنى انت هتعمل ايه سواء في الشارع او في. طب الكونديشننج تريننج بقى، يعني الكونديشننج اللي انت مشيت فيه بقى عشان توصل للي هو زي ما بيقول الضربات اللي هي اللي بتخترق درع الجسم نفسه، او مثلا توصل اللي انت
تكسر ضلع او عارف ان انت تعدي الجسم بقى، لان الاول كان كله على الشوت كان بيعلم ان انت بس تلمس تقريبا عشان ما تنزلش دمع او حاجه. تمام، وده بالتالي كان بينعكس على ان انت نفسك كفايتر كمقاتل مش فارق معاك ان انت جسمك يبقى قوي ان هو يستحمل ضربات، لان هي اصلا الضربات مش بتوصلك، فدي جزئيه ما كانتش موجوده. لكن انت عشان تمارس لعبه زي الكيوكشن او بعد كده لما دخلت في الموتاي كيك بوكسينج ما ينفعش ان انت يبقى جسمك ما بيستحملش الضرب، فلازم كنت بتعدي مرحله جامده جدا من تدريبات التحمل بيسموها تنشيف، ان انت بتضرب الاعضاء بتاعتك الدراعات من جوه من بره، العظم الكعان والركب وقصبه الرجلين بتضربها في حاجات ناشفه عشان خاطر ان هي تتعود على الالم وتستحمل ان هي تاخد ضربات قويه، وفي نفس الوقت ان انت بتخلي ناس تقف قدامك وتضرب في جسمك عشان خاطر انت جسمك يستحمل الضربات، لان انت هتنزل تلعب هتتضرب هتتوجع مش تعود تتضرب. هو ده اللي حصل اول مره. ده غير الكيوكشن كاراتيه، هو كمان ما فيش اي يعني حمايه ولا جارد في اي حته ولا في الايد ولا في الرجل. الكيوكشن كاراتيه بير ناكل ما بتلبس، ما فيش ضرب بالايدين في الوش، لان هو برضو الكونسيبت بتاع الراجل اللي اخترع السيستم قال لك ان لو واحد غمض عينه وضرب بايده غلط في دقن واحد ممكن ينيمه، مش ده دليل على ان هو راجل قوي يعني.